تحياتها لكم أينما كنتم. اليوم أصدقائي صديقاتي غنقدم لكم جزء من الروتين اليومي ديالي في التنظيف ديال المطبخ. خاصني ننظف البوطة أو الفوغ ديال فين كنطيب. تبعوا معايا وتبعوا معايا المراحل ديال التنظيف. كما كتشوفوا معايا هنا دائما يعني داك المعجون اللي كنستخدمه في التنظيف ديال هذا البوطاغاز او الاواني المعدنيه، عندي صابون بلدي والجكس الرقيق او السلك من نوع الرقيق الرفيع. تبعوا معايا